رونالدو بثلاثية أخرى. نشاهد الهدف الأول كان في الدقيقة 18 بواسطة اللاعب بنزيما إثر تمريرة من كريستيانو رونالدو على الجبهة اليسرى. كريستيانو رونالدو سيسجل هدف جميل جدا في الدقيقة 26، حركة فنية ثم تسديدة بالقدم اليسرى يودع الكرة الشباك. مع بداية الجولة الثانية أيضا في الدقيقة 46 سيتمكن كريستيانو رونالدو بهذه الكرة من أن يستقبل برجل اليمنى ويسدد مرة أخرى بالقدم اليسرى محرزا الهدف الثالث لريال مدريد والثاني له شخصيا. ولم يتوقف قطار كريستيانو رونالدو عند هذا الهدف، بهذه السرعة من هذه المنطقة سينطلق بالكرة، سيتوغل يمرر في الجبهة اليمنى ثم يأتي للاستقبال ويحرز الهدف الثالث له شخصيا والرابع لريال مدريد في الدقيقة 59. وبالطبع ريال مدريد يلعب مباراة 10 لاعبين، ثم ذلك تكافأ العدد بطرد لاعب آخر 10 لاعبين، ولكن مانو ديلا مورال هو الذي أحرز الهدف الوحيد لإشبيليا.